موضوع الثاني والأخير، دي صحيفة المجهر بتاريخ الثلاثاء 7/11/2017 18/0/1439 الصفحة الأولى. الصادق المهدي يقول: قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في مؤتمر العلامة إقبال الذي ينظمه المعهد الإسلامي بنادي إسلام أباد في الهند، إن جده الإمام محمد أحمد المهدي، صادق المهدي قال جدي محمد أحمد المهدي، مهدي الكبير، مؤسس الثورة المهدية بالسودان، تلقى اتصالا روحيا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه المهدي المنتظر. وشوف الزول ده مستهبل كيف، قال اتصالا من الرسول، قال اتصل بمنه؟ بالمهدي. وعشان ما نسأله الاتصال ده بياتوا شركة من شركات الاتصال، قام كذب. ما يكذب في النهاية، ما حصل الكلام. قال اتصال روحي، ده عشان ما تسأله تقول له هاتوا شركة من شركات الاتصال، زين ام تي ان، لا، قال لك روحي. طيب روحي ده نحن نعرفه كيف؟ انا برضو لقيت اتصال من النبي صلى الله عليه وسلم حديثي انه انت كذاب وجدك كذاب، كلكم كذابين. وين الاتصال الحديثي؟ في سنن ابي داود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المهدي مني من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسمي، يعني اسمه محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه منه محمد، والمهدي المنتظر برضه حي اسمه محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد ابن منه ابن عبد الله، وذاك محمد أحمد. المهم ده من الموضوع الأول. الموضوع الثاني، قال مني من ولد فاطمة، وديل ما عندهم أي علاقة حتى من ناحية نسب مع فاطمة رضي الله عنها ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزل كذابين. الدليل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المهدي المنتظر أصلا بيوافق زمنه مع زمن المسيح الدجال، عفوا، زمنه مع زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الجامع الصغير للألباني رحمه الله قال: ينزل عيسى ابن مريم والناس مصطفون عند الكعبة، مسلمين مصطفين ومعهم المهدي المنتظر، فيقدم المهدي عيسى ويدعوه إلى الإمامة، صلب بالناس المسلمين، فيقول عيسى ابن مريم: إن إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. قال ابن أبي ذئب: إمامكم منكم، يعني بكتاب بسنة بكتاب ربكم وسنة نبيكم، يعني عيسى يقدمنا يا جماعة المهدي المنتظر، فهو يصلي بالمسلمين رضي الله عنه، يصلي بالمسلمين، ده الكلام اللي بيحصل، فبيكون في يوافق مع زمن عيسى بن مريم. ده حضر زمن عيسى بن مريم؟ جده ولا هو ولا حبابته؟ هل في واحد فيهم وافقه؟ كلام ده باطل وكذب يا ناس، كذب. وده كله عشان الناس يجي يتبركوا به، ويقول لك ده جدي المهدي المنتظر. اقول فرضنا انه جدك المهدي المنتظر، انت شنو؟ ما ده سؤال، انت شنو؟ هل جدك كويس معناته انت ولده كويس؟ ابدا ما يعني هذا، لانه نوح عليه السلام رسول من اولي العزم الخمسة من الرسل، لكن ولده شنو؟ كافر. ابراهيم عليه السلام خليل الله، خليل الرحمن، لكن ابوه شنو؟ آزر، كافر. وورد في بعض الآثار إنه أبوه آزر ده كان بيصنع الأصنام ذاته بتاعت الكفر، فما يغنى عنه شيء. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. عشان ما تقول لي ذاك جدي كويس معناته أنت ذاتك
يجي يبايعوك الجماعة يبقوك رئيس تاني للبلد. ده كلام كذب وكلام كله دجل ساكن. وأشار الصادق المهدي إلى أن هذا النوع من التواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم شائع في الإسلام الصوفي. عشان ما تقول لي دليلك شنو؟ قال والله الكلام ده موجود عند الصوفية، الصوفية كلهم على باطل، وإنتوا ذاتكم كلكم على باطل، والمهدي ذاك ما عنده أي علاقة بالمهدي المنتظر، بل عنده بدع وضلالات. والآن الأنصار عندهم قبة للمهدي موجودة، والقباب دي النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.